يعني ادفانس سنه كده. اسمها الماريونيت لاين او الابتسامة الحزينة، كسرة مؤخرة الفم، كسرة يمين وكسرة شمال. دي متحكم فيها عضلتين، عضلة مهمة جدا يمين وشمال، اسمها دي اي او ماسل ديبريسور انجولاي اورس. هذا رسم تكتيك يعني رسم كروكي، ودي جثة كادافر اهي. العضلة عاملة زي حرف الراء. بنحقنها ازاي؟ بنيجي عند الكورنر ده، نبعد سنتي وننزل في النص المسافة من الكورنر والتشين، ونحقن هنا 1 بوينت، نحقن 2 يونت، ندخل بالإبرة كلها عمودي ونحقن لأن العضلة عميقة. بس معلش بعيد منها هتحقنيها يعني؟ حاضر اوكي. بتيجي عند الكورنر اوف ذا ماوس، تبعدي سنتي سنتي ونص، وبعد كده تنزلي في نص المسافة ما بين الكورنر والتشين،